أعتقد بأن الإسرائيليين على الأرجح يشعرون بأنهم متشجعين حاليا أن يهاجموا الإيرانيين حاليا في سوريا. يبدو بأنهم يكثفون من جهودهم خصيصا في هذا الوقت، حيث أن الانتباه الروسي موجه إلى أوكرانيا. كنتيجة لذلك وبسبب الاتفاقية النووية ومفاوضاتها كما ذكرت، والتي قد نعود إليها أو لا نعود، فمن المحتمل بأن الإسرائيليين يرون حاجة لزيادة هذا الضغط، متوقعين بأن الاتفاقية ستفشل. هم لا يريدونها على الرغم من أنها ستفيدهم على المدى الطويل، إلا أنهم يتنبؤون بأن الإيرانيين سوف يردون بطريقة أو بأخرى، وخصيصا فيما يتعلق بإجراءاتهم في سوريا. وأعتقد بأن هذا سوف يكون المقدمة للمزيد من العداء ما بين إسرائيل وإيران في هذا الصيف، وأيضا وذلك في سوريا وفي إيران نفسها، ولكن أيضا من المحتمل في لبنان. هناك انتخابات تجري اليوم، ويبدو بأن حزب الله سوف يبقى على الأرجح في بقوته وفي الصلاحيات، وقد يكون هناك بعض الاختلاف، ولكن سيكون لديهم نفوذ، والإسرائيليون سوف يبذلون المزيد من الجهد لمحاولة تحييد حزب الله، متنبئين بأنهم سوف يتخذون إجراء ضد إيران. لأنني لا أعتقد بأن الاتفاقية النووية سوف تعود كما كانت بشكلها الأصلي. سنتحدث عن الاتفاقية النووية، ولكن هذا الموقع كما هو واضح من الأقمار الصناعية وبتأكيدات وزارة الدفاع الروسية أنه موقع لتطوير الأسلحة الكيماوية. كانت هنالك تقارير كثيرة لهذا الموقع الذي ضرب بهذا الشكل، بأن هنالك عناصر من الحرس الثوري، عناصر إيرانية وغيرها من العلماء وغيرهم، هم موجودون في ذلك المكان لتطوير الأسلحة الكيماوية. هل تعتقد أن كان هنالك تطويرا خطيرا في هذه المنطقة هو الذي دفع إسرائيل باستخدام 30 صاروخا من أجل استهداف هذا الموقع وتدميره بالكامل؟ هناك تاريخ لدراسات علمية وبحثية، وأن هناك مركز بحثي وله تاريخ في تطوير الأسلحة، ولكنه طور نظام أسلحة واحد، وهذا مركز واحد، ولكن هناك عدد من المرافق المنتشرة في سوريا ويعملون على أنواع مختلفة من الأسلحة. ويمكننا أن نتصور بأن هذا المركز كان يطور أسلحة كيميائية ولربما بيولوجية أيضا، ولكن ليس هناك أي تأكيد أو أي توثيق لا من السوريين ولا من الإسرائيليين لنوع الأنشطة التي كانت تجري في هذا المركز الذي استهدفوه. إن حقيقة وجود بعض العناصر الإيرانيين ومن الحرس الثوري الإيراني كان كافيا لإسرائيل أن تتصرف بهذا الشكل، ولكن هذا التكثيف من قبل إسرائيل يخلق المزيد من المشاكل، وخصيصا لموسكو. وأعتقد بأن العلاقة ما بين إسرائيل وروسيا ليست في أفضل حالاتها الآن، وخصيصا لأن إسرائيل تقف إلى جانب أوكرانيا. ما يمكننا أن نتخيل بأن كل هذه العناصر مرتبطة ببعضها، وكنتيجة لذلك فإن سوريا سوف تحصل على تنبيهات مسبقة من روسيا حول أي هجمات إسرائيلية قادمة، ولهذا على الأرجح فإنهم سوف يكونون أكثر تأثيرا في إسقاط الصواريخ الإسرائيلية أو الوقوف في وجه الهجمات الإسرائيلية. ولكن أعتقد بأن هذا العداء سوف يسوء العلاقات ما بين موسكو وتل أبيب، وسوف بالتأكيد يصعد من العدائية ما بين إسرائيل وإيران، وذلك في فترة قصيرة جدا. فأعتقد بأن كل ذلك يحصل بشكل سريع جدا، وأنا قلق بأن ذلك سيتحقق بحلول الصيف.